السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. حضراتكم بركز في الفيديو ده على كلمتين. الكلمتين دول مفهومهم يعني ناس كتير مش مستوعباهم، وهم الحقيقة والخرافة. يا اخوانا دعونا نتفق على شيء مهم جدا، الحقيقة تظل حقيقة بصرف النظر عن مين اللي قالها، الخرافة تظل خرافة بصرف النظر برضو عن مين اللي قالها. فلو فرضنا ان جه يوتيوبر مهما كان حجمه، يعني خلينا نقول انه يوتيوبر بيتابعه مليار شخص، مش مليون شخص، مليار شخص، وجه قال خرافة، هتظل يا اخوانا خرافة حتى لو اللي قالها يوتيوبر كبير بيتابعه مليار شخص. والحقيقة تظل حقيقة حتى لو اللي قالها شخص انت ما بتحبوش وبتكرهه، تظل حقيقة. فعلى سبيل المثال للحصر، انا مش هقعد ادي امثلة في الفيديو ده كتير، بس انا بدي مثال واحد بس وبسيط جدا. لما يجي يوتيوبر كبير يقول لكم يا اخوانا ده في بيوت في امريكا سعرها 18,000 دولار، وبيوت في امريكا سعرها اقل من 10,000 دولار، هذه يا اخوة عبارة عن خرافات. والحقيقة ان البيوت في امريكا سعرها ملايين الدولارات او مئات الالاف من الدولارات على الاقل، 700,000، 800,000، في اللي ينزل ل 500,000 في بعض الولايات. فهي دي الحقيقة، ملهاش دعوة بقى أحمد مجدي اللي قالها ده أمريكا بتاعته غير أمريكا بتاعتك، ولا ليها دعوة بأحمد مجدي ده غني ولا فقير، ناجح ولا فاشل في نظرك، سواء هو راجل مبسوط في أمريكا، تعبان في أمريكا، حاجات يا أخوانا ملهاش علاقة بالحقيقة والخرافة، لأن الحقيقة تظل حقيقة بصرف النظر عن مين اللي قالها، والخرافة تظل خرافة بصرف النظر عن مين اللي قالها. فأنت ما تركزش فلان اللي قال الحقيقة ده هل هو شخص أنت شايفه أنه فاشل ولا ناجح، مش عارف ماله، سيبك من الشخص ده وركز في موضوع الفيديو. للأسف الشديد يا أخوانا أنا بلاحظ أن الناس بعض المعلقين بيعلقوا بعيدا تماما عن موضوع الفيديو، ولاقيهم بيركزوا في شخص الإنسان اللي عمل الفيديو. يا سيدي ده مش هيفيدك، اللي يفيدك الحقيقة. لو انت حاجة حاسس انها مش متأكد منها، لان او حاجة غريبة بالنسبة لك، لان اللي قالها شخص في نظرك يعني نكرة او مش مشهور، تحقق منها بالجوجل. الحمد لله في جوجل وفي كذا موقع، والحصول على المعلومة اصبح اسهل من اي وقت مضى. فانت تقدر تتحقق لتتأكد بنفسك ان وجود بيوت في امريكا ب10,000 وب18,000 دولار هذه خرافات. فارجو ان الناس تستوعب ان الحقيقة تظل حقيقة بصرف النظر عن مين اللي قالها، وان الخرافة تظل خرافة ايضا بصرف النظر عن مين اللي قالها. أرجو إن الكلام يكون واضح، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.